لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. والله يعني ما اعرفش، لا خالص، انا عايزه ابقى موجوده في عملك، عايزه لما اقدم حاجه الناس تبقى حباها ومصدقاني، وده اللي انا بشتغل عليه، بشتغل على نفسي على شغلي اني اوصل للناس دايما وابقى شبههم منهم، يعني ما اغربش الشخصيات. عبير في البرنس هو فيها يا جماعة الناس حوارنا عمالة بتضحكنا والله العظيم، احنا بصوا هنموت مش قادرين نجمع. ايوه صح، مش ممكن والله يجننونا بجد. طيب يعني تحديث الدور لدرجة ان في ناس طلبت واتكلمت احنا كده، لا احنا لينا حد كده، انت شفتي حد كده تعايشت في الجو ده؟ لا، خلي بالك ان المؤلف هو المخرج، ودي حاجه بتبقى يعني مهمه، حاجه بتفيد، لانك عندك اجابات طول الوقت لكل الاسئله، وهو كمان محمد سامي ما بيخليكيش تلحقي تسالي، هو اصلا عمال بيدي في حاجات، فعندك اجابات. واعتقد يعني ان ما فيش حد اشتغل مع محمد سامي مش هيبقى حابب يشتغل معاه تاني. يعني لا، في مخرجين بيخلوا الممثل بيبقى ليه ادوار محدده، انما انت الكيمستري بتاعتك مرتاحه مع محمد سامي جدا. انا اشتغلت معاه حاجه في سبق الاصرار، وشافني في حاجه تانية في البرنس وغيري، يعني لا روجينا اشتغلت معاه اكتر من مره، احمد زاهر اشتغل معاه اكتر من مره، هو متغير وبيشوف ايه اللي موجود في الممثل اللي شغال معاه، وبيطلع منه جديد دايما، يعني ما بيكرر هو نفسه، ما بيكررش نفسه فينا. طب عايزين ايه الدور بقى اللي نطلع بيه؟ انت ناس بتعملي دور ايه؟ لو جينا الرحاب بقى مثلا تشوف فيلم او مسلسل. لا انا زي اي ممثل، انا السؤال ده بتساله كتير، انا زي اي ممثل لسه نفسي اعمل حاجات كتيره قوي، والنصيب يعني طول الوقت، بس عندي اني بختار يعني ده دي حاجه.